مشكلة كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانة و... يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. اسلام، مع الف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون؟ بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. على اهو. ايوه يا اخويا. ايوه تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. كلميني دلوقتي. فتون اصيله، ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني ووداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. انت قتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند قلت صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال، انا هسمع كلامك. هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. ايوه يا علي. اهدى بس يا علي. طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. أنا أفضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز يطمن عليكي، وأنت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي أنت عايزاه. طب إيه رأيك في طلعة الإسكندرية؟ مين دول اللي طلعوا إسكندرية؟ أنا وأنت وفتون في مصلحة هنخلصها. ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانة. هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد. بالطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده
ده يبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هم احضر لك شويه صدري ويسر لي شويه اكل وحلول عقده من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله والحمد لله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته، اصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا اعيش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباحها تخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية طالبين فلوس، وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها.